يلي عم بيسأل وين كتائب البترون، يحيي كتائب البترون. بكل قوتها، بشبابها والصبايا ورجالها وكبارها، يلي بنوجه لهم أكبر تحية اليوم، تحية لإلكم من القلب. من قدام هيدا البيت، بيت كتائب إقليم البترون، يلي عاش تاريخ لبنان، القهر والانتصارات، يلي شهد شباب عم بيظهروا منه كرمال تيدافعوا عن لبنان وما عم يرجعوا لأنه عم بيعطوا حياتهم كرماله. واليوم عم نلتقى هون إلى جانب أعز رفاق من الساحل والوسط والجرد، تنقلكم نحن حدكم ومعكم ومكملين لندافع عن لبنان. همنا الأول والأخير نبني هيدا البلد لإلنا لأولادنا ولأحفادنا. ما عندنا غير هم، ما عندنا غير هدف، ونحن اليوم عم نخوض هالمعركة إلى جانب أصدقاء أعزاء بيفكروا مثلنا، هدفهم هدفنا. نضاف الكف عم بيشتغلوا معنا ليل ونهار، ملتزمين بقضية لبنان والسيادة والاستقلال والنزاهة والشفافية والديمقراطية تنقدر نبني بلد حضاري نعيش فيه نحن وولادنا بالمستقبل. تحية لكل المناضلين يلي سبقونا، تحية لكل يلي فارقونا بسبب كورونا بآخر 3 سنين ويلي كنا معودين نلتقى فيهم وقت نوصل على البترون واليوم ما رح نشوفه. تحية لكل أعضاء اللايحة يلي عم نخوض فيها هيدي المعركة. لايحة شمال المواجهة، لأنه أردناها مواجهة مفتوحة. منا مستحيين. إيه نحن ضدهم. إيه نحن ضدهم ورح نشتغل تنسقطهم. وعلناً ومنا مستحيين. مش لأنه عنا شيء بالشخصي عليهم، لأنه خط مناقض لمصلحة لبنان، لأنه قدموا سيادة هيدا البلد لميليشيا مسلحة تحالفوا معها، غطوها، ساعدوها، وسلموها قصر بعبدة الحكومة والمجلس. فأول شيء بدنا نعمله وأكيد رح نعمله هو نرجع نقشطهم هيدي الشرعية تنرد الدولة لأصحابها. تحية لميشيل معوض، تحية لمجد حرب، تحية لأديب عبد المسيح وللدكتور رحمي وللصديق توني المرديني وللست جوال وللدكتور فياض وللست بريجيت الصديقة العزيزة وللخي والصديق جواد بولس. نحن فخورين نخوض هيدي المعركة معكم. انتو الأوادم يلي أخذتوا خيار المواجهة، أخذتوا الخيار أنه ما تساوموا، أخذتوا القرار تحطوا بإيدكم بإيد الناس يلي ما بتزيح، يلي بتصمد، يلي بتضلها واقفة، يلي مهما هددون وغدرون وقتلون واغتالون وأغرون بقيوا واقفين وصامدين. نحن حزب الكتائب اللبنانية إلى جانبكم.
تحية لكل المناضلين بإقليم البترون، تحية لبي بي لكل كتائب البترون يلي بلش نضاله من هيدا البيت وبني الكتائب بيت وبيت بكل ضيعة من إقليم البترون، الرفيق الرئيس جورج سعادة، أكيد خيارنا بهيدي الانتخابات كان خيار صعب إنما ضروري لمصلحة لبنان، ونحن فخورين اليوم أنه عم نخوض هيدي المعركة تنربح، عم نخوض هيدي المعركة تنرفع علم الكتائب بعد 30 سنة غياب بمنطقة البترون ونرجع نرد الانتصار على هيدا البيت، وهيدا اللي رح نعمله ب15 أيار إن الله راد. شوهوا، حكيوا، كذبوا، عملوا كل شيء، فشلوا، واليوم بكل الأرقام نحن اليوم بالصدارة، ونحن اليوم معركتنا على كل صوت لأنه رح تفرق على صوت. مشان هيك مطلوب من كل واحد منا يشتغل ليل ونهار من هلأ ل15 أيار تنقول بدنا هيدا الشاب يلي اسمه مجد حرب يلي تعرفنا عليه وحبيناه يلي هو مؤمن بمبادئ الكتائب وثوابت الكتائب، يؤمن بسيادة هيدا البلد واستقلاله، يؤمن بحياده، يؤمن بدولة لا مركزية متطورة، يؤمن بالشفافية والنزاهة، وهو شاب شفنا حالنا فيه، مش لأنه بيه فلان ولا لأنه عمه فليتين ولا لأنه جده فليتين، لأنه هو هو بشخصيته بنزاهته بتواضعه بمحبته للناس. لقيناه بيشبهنا، لقيناه بيشبهنا مثلنا مثله، ومشان هيك قررنا نحط ايدنا بايده، اعتبر حاله مرشحنا ونحن اعتبرناه مرشحنا، حب انه يخوض هيدي المعركه كتف على كتف مع الكتائبيين، ورح نخوض هيدي المعركه اليوم وبكره رح يكون الى جانبنا بكل الاستحقاقات بهيدي الكتلة القوية يلي إن الله راد رح تنبسق من كل المناطق اللبنانية ورح تفوت على المجلس تتواجه مثل ما أنتو بدكن يانا نواجه. من هون من البترون بدنا نوجه تحية لكل رفاقنا يلي عم بيخوضوا معارك بكل لبنان، لرفاقنا بلاحة صرخة وطن بكسر وين وجبال، لرفاقنا بمتن التغيير بالمتن الشمالي، لرفاقنا ببعبدة تنطفت ببعبدة، لسياديون مستقلون بزحلة، لكل اللوايح يلي نحن على تواصل معه يلي ما على الأرض بدها تربح بدها تفوت على المجلس، ورح تشكل تكتل كبير وقوي ومتين وما بيساوم، ورح يواجه رح نواجه محاولات وضع يد حزب الله على البلد، رح نواجه محاولاتهم للهروب من المحاسبة بدءا بالمحاسبة السياسية لكل يلي وصلونا للمحل اللي وصلنا له، مرورا بالمحاسبة القضائية على انفجار بيروت وكل الجرائم اللي ارتكبت بحقنا، وصولا للمحاسبة المالية لنسترد كل ليرة انسرقت من جيوب اللبنانيين، تنسترد من كل من هدر أموالنا، ونعرف مصرياتنا وين راحت، نبعت ورا كل واحد مسؤول عن هدر أموالنا ونسترد منه أموالنا ونحاسبه، ويلي بده يفوت على الحبس يفوت، ويلي بيطلع بريء يطلع بريء، بس عفى الله عن ما مضى ما في. نحن فاتين على المجلس نقول ما في عفى الله عن ما مضى، ما رح نعفيكن عن شيء، فايتين نحسبكن إذا مفكرين
انه مثل العاده بتقعدوا بين بعضكم وبتظبطوا الامور بين بعضكم وبتطلعوا منا خلنج، مش رح تطلعوا منا خلنج. نحن موجودين هون تما نخليكم تهربوا من المحاسبه. بس اول خطوه من هيدي المحاسبه هي بصناديق الاقتراع. انا بدي اقول لكم بكل صراحه وبكل وضوح، بمنطقه شمال الثالثه في لوائح نازله والناس عم تسال شو الحقيقه، هل اللي نحن عم نحكيه حقيقه او اللي هن عم بيحكوه حقيقه؟ بيسمعونا بيصدقونا، بيسمعوا غيرنا بيشخشبولن راسهم وبيشوشولن الوقائع. خلينا نكون واقعيين، في ثلاث لوائح بشمال الثالثه كانوا شركاء بكل ما وصلنا اليه، بالحكومات المتعاقبه، بالانتخابات الرئاسيه، بالتسويه، بكل المسار يلي وصلنا للمحل اللي وصلنا له. نحن اليوم فخورين انه عم نخوض مواجهه لنقول ما في مساومه، على طاوله المحاصصه ما رح نقعد، على طاوله الرئيس نبيه بري تبع المحاصصه يلي بيقعدهم مع بعضهم ما رح نقعد. بحكومه مسيطر عليها حزب الله ما رح نقعد، ورئيس بيدعم سلاح حزب الله ما رح نصوت. فايتين نقول حان الوقت بهيدا البلد يكون في ناس اوادم عم تشتغل بصدق، عم بتقول الحقيقه للناس، ما عم بتكذب على الناس، وهيدا وعدنا لكم. هيك عرفتونا وهيك رح نكمل. فايتين كان تنكون صادقين معكم مثل ما كنا صادقين، رح نبقى صادقين. فايتين كرمال تنقول لا وقت لازم نقول لا، ونقول ايه وقت لازم نقول ايه. في كتير ناس عم بيعيبوا علينا الاستقالة من مجلس النواب، يلي بدل ما يستقيلوا معنا ويوفروا على الشعب اللبناني سنتين من الذل، وتكون هيدي الانتخابات عم بتصير بوقتها، مش ننطر تيأفلس البلد وما يبقى حدا كرمال تنعمل انتخابات. بدل ما ينظروا علينا يعملوا شغلهم. فايتين كمان بهيدي المواجهة كرمال تنقول للناس مش حيالله تغيير بدنا ايه. في كتير ناس طالبوا بالتغيير واخدوا بلادهم على محلات اسوأ من المكان يلي كان فيها. نحن مزبوط بدنا التغيير، بس هيدا التغيير بدنا اياه سيادة اولا، مش التغيير يلي بس مواجهة على رياض سلامة وعلى المصارف. اكيد في مواجهة على رياض سلامة، بس في مواجهة مع حزب الله. التغيير يلي بدنا اياه مش تنروح لنظام شمولي، ولا تنروح على اقتصاد موجه، ولا تنسير هوغو تشافيز عايشين بفنزويلا. التغيير اللي بدنا اياه هو التغيير بهالنمط والنهج السياسي المبني على الكذب وعلى المصالح الشخصية وعلى الارتهان لإيران ولحزب الله. التغيير اللي بدنا اياه هو انه يكون عندنا وجوه شباب لبنانيين رجال دولة بيشتغلوا لمصلحة الناس، لمصلحة البلد، مش لمصالحهم إلهم. وهيدا اللي فايتين نعمله، وهول هن حلفائنا يلي نقيناهم، يلي فايتين يلتزموا بقضايا الناس وبقضايا البلد. وأهم شيء نحن التغيير الفعلي، لأنه نحن رح نربح. السؤال هو قديه رح نربح؟ أما يلي بيدعوا التغيير وما رح يربحوا، عم بيعطوا صواتهم للمنظومة وعم بيضعفوا يلي قادر يربح. مشان هيك نحن مندعي كل أهلنا بالبترون وبشمال الثالثة يختاروا الخيار المضمون يلي بتعرفوا مش اليوم هون تاني نهار تسوية. بدنا إياكم تختاروا يلي اخدين خيار واضح، ويلي كان عندهم الجرأة يستقيلوا من مجلس النواب تيحطوا حد فاصل
بين لبنان المواجه والتغيير والسيادة وبين لبنان المنظومة المرتهنة لحزب الله ويلي بتساوم على أموال الناس وعلى قدراته. نحن اليوم نوعدكم أن المعارضة بالمجلس إذا أحسننا الاختيار بكل الدوائر اللبنانية راح تكون الأقوى. التكتل المعارض بالمجلس راح يكون من أكبر التكتلات بالمجلس، وراح نكون سوا بالمواجهة، بمواجهة حزب الله، بمواجهة هيمنته على لبنان، وبمواجهة أي محاولة للهروب من المحاسبة. بنفس الوقت نوعدكم كمان أنه رح تضل يدنا ممدودة. يلي بكرة بالمجلس رح يقرر يدافع عن سيادة لبنان ويواجه حزب الله معنا، أهلا وسهلا فيه، رح نحط إيدنا بإيده ونشتغل نحن وياه. ويلي بكرة بالمجلس رح يفصل حاله عن المنظومة ويوقف معنا بمواجهة منع المحاسبة، رح نحط إيدنا بإيده ونشتغل نحن وياه. بكرة بالمجلس يلي رح يوقف مع حياد لبنان، رح نحط إيدنا نحن وياه ورح نشتغل نحن وياه. بنفس الوقت بدنا نحصن حالنا من أي تسوية مقبلة، لأنه الوعود هينة قبل بسنة من الانتخابات. نوعدنا كتير إشياء قبل الانتخابات الماضية، شفنا النتيجة. نحن بيهمنا بعد الانتخابات، بعد الانتخابات شو رح يعملوا. في ناس جربناهم وخزلونا، يلي بده يعطيهم فرصة اليوم هو حر، بس بيعطيهم فرصة على مسؤوليته. نحن جربتونا وشفتوا أنه ما منهز، هددونا، أغرونا، عرضوا علينا، ما قبلنا. نحن الضمانة، خياركم معنا مضمون. تعرفوا حالكم، يلي بيصوت للكتائب ولحلفاء بيعرف حاله أنه صوته مضمون، بيعرف حاله أنه ما راح ينحط صوته على طاولة التسويات والمتاجرة بالسياسة. بنفس الوقت مدين إيدنا للآخرين، اشتغلوا صح أهلا وسهلا، ما اشتغلوا صح نحن موجودين. خلونا نقبل ونقوي الخيار المضمون. وفي ناس اليوم كمان عم بيوعدونا جديد، ما بنعرف، يمكن يطلعوا أحسن منا، يمكن يطلعوا كتير منيح، هيدا إذا جابوا حاصل. بس يمكن كمان بكرة وقت تجي التجربة على أول مفترق طرق يلكم، يمكن يغرون، يمكن يجرون. شفنا كتير ناس اجت بنوايا كتير حلوة بالآخر نجرب. نحن معنا تعرفوا أنه ما رح ننجر، جربتونا وبشفتوا، جربتونا بكل المراحل، بأسوأ المراحل كانوا عم بيقتلونا واحد ورا الثاني، بقينا صامدين. وقت كل لبنان مشي بالتسوية بقينا صامدين، وقت كل لبنان خوننا بقينا صامدين، وقت كل لبنان كان عم بيقول شو عم يعملوا هولي، عم بيقولوا لنا البلد رح ينهار، بقينا صامدين لأنه مقتنعين بالكلمة اللي عم نقولها لأنه كلمتنا صادقة. وقت كل لبنان كان عم يسأل ليش الكتائب حامل السلم بالعرض ووقفة ضد الكل وصارت لوحدها وعم بتخوض معركة بالبرية، بقينا صامدين لأنه كنا مقتنعين بصوابية خياراتنا. مثل ما أيام زمان كنا لوحدنا ودفعنا عن لبنان، ولو منا ما بقي لبنان، بقينا بهيدا الظرف صامدين. وقتها كان الكل عم بيقلنا عم نرد حقوق المسيحيين، كنا عم نقلكن عم نقلهم عم بتسلموا البلد لحزب الله. وقتها كانوا عم بيقولولنا أنه نحن القوية والرئيس القوي والكتل القوية والمجلس القوي والحكومات القوية والمسيحيين القوية. ولا مرة كانوا المسيحيين ممثلين بهالدولة قد آخر 5 سنين، 50 نائب، 14 وزير،
ورئيس جمهورية كله هيدا المسيحيين لقوية. ولا مرة هاجروا المسيحيين من لبنان قد ما هاجروا بآخر 4-5 سنين. محلهم يفهم. محلهم يفهم. مش المهم إذا أنت مسيحي أو مسلم. مش المهم شو اسمك. مهم شو مبادئك. مهم وين أخذ البلد. مهم أي لبنان بدك تبني لنا. شاطرين بالشعارات. وهلا رح يبيعوكم كثير شعارات. مشان هيك أنا بطلب منكم ما تقيموا على الشعارات. قيموا على الوقائع. مين وصل البلد لهون؟ مين كان مسؤول عن وصول البلد لهون؟ مين انتخب رئيس جمهورية؟ مين ركب بالحكومات المتتالية وأوصل البلد إلى ما وصل إليه؟ حاسبوه. مين مدد لرياض سلامة؟ حاسبوه. مين صوت على الموازنات الوهمية يلي دمرت اقتصاد لبنان؟ حاسبوه. لأنه الباقي شعارات. في حقائق في شعارات. إذا بدنا نحن نظهر من الواقع اللي نحن فيه بدنا نحاسب. لأنه بكرة رح تخلص هالانتخابات. إذا يلي عمل فيكم اللي عملوا. اسمعوني مظبوط. إذا اللي عمل فينا اللي عملوا. طلع من هيدي الانتخابات. مثل ما كان أو أقوى رح يعيدها. لأنه رح يعتبر بلبنان ما في رقابة وما في محاسبة. ورح يعتبركم غنم. شو ما عملتوا رح ترجعوا تصوتولهم عن جديد. أما إذا بهيدي الانتخابات الأوادم أخذوا حقهم ويلي وصلونا لهون تحاسبوا، كل واحد رح يوصل على المجلس ب15 أيار رح يضرب 100 حساب قبل ما يغلط بحقه. 100 حساب. لأنه رح يعرف النايب يلي رح يطلع أنه في محاسبة وأنه إذا غلط رح يخسر. مشان هيك دعوتي لكم ما تساوموا. قد ما تحبون قد ما تحبون. في مثل بالفرنساوي بيقول كي ام بيان شاتي بيان. اذا بتحبه لازم تقله انه غلط. لانه اذا ما قلت له انه غلط رح يرجع يعيدها. انا عندي بنت صغيره عمرها وحده عمرها سنتين وحده ثالثه عمرها 3 سنين. وقتها تغلط اذا ما بعيط عليها وبقول لها هون غلطتي ترجع بتعيدها. هولي زيت شي. وانا عم بطلب منكم يلي بينطبق على غيري بينطبق علي. نهار يلي انا بغلط بحقي. نهار يلي انا بزيح عن الخط حاسبوني. كل وضوح. ما في الا بهيدي الطريقه رح نحسن حياتنا. ما في الا بهالطريقه رح نبني حياة سياسية جديدة مع ناس حقيقة همهم علينا مش همهم على حالهم. ما في إلا بهالطريقة رح نطور بلدنا. نهار بيصير عنا مسؤولين بيتحاسبوا وقت يغلطوا وبيتكافئوا وقت يشتغلوا صح. ساعتها رح يصيروا يعملوا شغلهم مجلس النواب. رح يصيروا يدرسوا الموازنة. رح يصيروا يصوتوا صح ويصوتوا غلط. بس إذا ما حسبناهم كيف رح نعمل؟ رح يضلوا عم بيعملوا شو ما كان. ورح تضل حياتنا عم تدهور. نحن موجودين قدامكم اليوم. بكرة إذا الله راد ربحنا. نحن عم نقلكم. نهار من غلط حاسبونا. بس خلينا نبلش من هلأ. من هاي الانتخابات نحاسب. نحاسب يلي منعرفهم. يلي شفناهم. عم بيعملوا عنطريات وبطولات وهمية. وبالآخر وصلونا للمحل اللي وصلنا له. نحن ناس أوادم منحب هالبلد. ما عندنا شيء بهالحياة إلا لبنان. هيك خلقنا بهول البيوت بيوت الكتائب من نحن وصغار نتعلم نحب هذا البلد ونموت كرماله. هيدي هي الكتائب. ما عندنا شيء تاني. مقدمين حالنا ومقدمين أولادنا ومقدمين نفوسنا لهذا البلد. منحبه لأقصى درجات الحب.
أكثر من عيالنا منحبه. مش هيك أعطينا حياتنا كرماله. 6000 شاب كتائب أعطيوا حياتهم كرمال لبنان. فلكل الناس أو بالأخص الجيل الجديد يلي عم بيطلع ويقول إيه هولي أحزاب وما بعرف شو وأنه كيف ومدري وين، رح كون كتير واضح معكم. نحن شباب مثلنا مثلكم، منحب لبنان مثلنا مثلكم، عبالنا نعيش حياة حلوة مثلنا مثلكم. وقتها كان لبنان بخطر دفعنا عنه من غصب عنا، لأنه كان مفترض الدولة تدافع عنا والجيش يدافع عنا. اضطرينا نحن ندافع عن حالنا لأنه ما حدا وقف معنا، لأنه الدولة ما دافعت عن حالها، ولأنه الجيش تخلى عن مسؤوليته. واليوم عم نطلب منكم أنه تطلعوا وتنظروا لنا كشباب لبنانيين. منحب لبنان مثلكم، وعبالنا نبني حياة حضارية مثلنا مثلكم. مشان هيك وثقوا بيلي بتشوفوه، وثقوا بالتجارب يلي بتشوفوها، مش بالشعارات. الشعارات هينة، قيموا على الوقائع وقارنوا الأقوال والأفعال. وانتو منكم لوحدكم قيموا، لأنه ما في طريقة لواحد يختار صح إلا ما يشغل كل حسه العاطفي وكمان عقله، يقرأ يحلل يسمع يتابع يدقق، وبناء عليه ياخد خيار. نحن باقيين بالمواجهة بهيدي الأيام الصعبة، وإن الله راد رح تخلص 15 أيار ورح يكون في حياة سياسية جديدة معبوطة شباب نضاف أوادم بيحبوا هالبلد، رح يفوتوا على المجلس، رح حطوا كتف على الكتف ويدافعوا عنكم. هولي هن نحن بكل لبنان بكل المناطق. عاشت الباترون، عاش إقليم الباترون، ليحيا لبنان.